اللي لعبت فيها ما كانش فيها مباشرة تويجات للكلوب، كان تقريبا خلينا نقولوا جفاف وقتها. جفاف علاش؟ نوصلوا فينال ما نهزوش، مشينا وقتها الكوب دارب مشينا الكوب دارب في السعودية كيف كيف خلطنا فينال، ما هزيناش وقتها في البيرود هذيك، حتى مشينا تلعب في الكاف كيف كيف ديما ما كيما نقول جفاف. اي ما نعرفش شنو اللاعبيه كانوا ليميتي، كانوا فما مشاكل في الفريق تقريبا. الكلوب معناتها جمهور كبير وقاعده شعبيه عريضه، وحتى قبل تاريخ كبير في تيتويت على الفتره هذيك. من اللاعبيه من احسن اللاعبيه اللي فما ومنتصورهم وقتها كلهم ولاد جمعيه ويلعبوا مثلا على المريول. بون مش نقول لك الاسبيرونس وقتها مسيطره، علاش؟ خاطر ممكن شيبوب وقتها في الاسبيرونس ما نجمش يكون صعيبة. ما فهمتكش شنو تحب تقول. وانت وانا فهمت سؤالك انت توصل. ها؟ فترة جفاف والملاعبية موجودة، اش معناه؟ اش معناه؟ اش معناه؟ معناتها تتأكد الكلام اللي كان يتقال قبل على شيبوب واللي فهم برشا حاجات خذوا الألقاب من ولو انه حتى ذاك حتى كيكا جميل. الأكثرية كانت ليتوال حتى تنافس شوية في الاسبيرونس مش لكل الأوبتات. نتصور نذكرها مرة وقت ليتوال ربحناها في المنزة وتنحت لها شامبيونا هزتها سي اس اس. واحنا وقتها ما نجمش نلعبوا على الشامبيونا. واحنا بعاد. هذيك نتاع ماهر عامر وقتها. نتاع ماهر عامر. شوف باش دخل امور الاسبيرونس ما نقول له ما نجمش كانت مسيطره وقتها صحيح. ما نتصورش كان شيبوب هو مش يهبط يكور معاه. بون كان امور خارجيه. كانوا ملاعبين كبار في الترجي. كانوا ملاعبين في كبار. في البرود هذيك مسيطره، هي مسيطره على البطوله وتهز في الكؤوس. بون ما حالفناش الحظ، ممكن في عام في عامين كيما قلت انت بقى ثلاثة اربع سنين جفاف. رغم اللي حتى الكلوب كان موجود فيها، معناتها الاسامي اللي كانوا اصحاب النفوذ، مش نحكي عن لاعبيه حتى. وجات فوز يرجع وخد معنا جولي ما فما كاماتشو. مش نحكي عن لاعبيه جميل، نحكي على النفوذ. معناها مثلا عماد ترابلسي كان موجود في الكلوب وقتها. العام تاع عماد ترابلسي ما وقتها وصل جاي قال من عام من العام هو معنا كيما يقولوا العام هذاك، قال العام الجاي ما عادش يهزوا معنا حتى شيء. بون هذه صار له من بعد هذيك حاجه اخرى. امور سياسه ممكن دخلت من بعد، واحنا عندنا عماد هما عندهم سليم. اي وهذاك علاش هو ديجا بعد من بعد. علاش؟ كان بقى ما عادش تولي كوره وقت هما عندهم سليم جوب وحنا عندنا سليم الريحي. عماد ترابلسي ما نتصورش كان باش تولي كوره، باش تولي غوره. وجات بريود ظهر اللي كانت لحمه وقتها. تتفكر حاجات صارت في البريود هذيك؟ هو ربي فوق اسره مع هذا. نتذكر وقتها خسرنا مع الاسبيرونس وبعدها بجمعه نلعب مع ليتوال. هذه زاد حكايه بون ما يعرفوهاش برشا. وقتها جاي قال لنا وقت العام اللي هز السي اس اس شامبيونا خارجين من الخساره، خرجنا في ستاج بلوكي، جانا للبارك، جاو الجمهور، سكر علينا البارك وفكنا نفتح الكرهب. اي هذه بعد تحكيت هذه التحكيت. اي حكيها وليد الهيشري ظهر لي معنا وقت وليد معنا خالد الملهي ظهر لي وقتها معنا وليد. اذا ما شتي توتر ربحوه سنو ما عادش مروحين للدار ما عادش تاخذوا حتى شيء. وبعد ربحنا ما شتي توار وهزت وقت تنحت لها شامبيونا وبعد نلعبوا في بيجا تكملوا تربحوا ماتش بيجا باش نسيبكم تروحوا ونعطيكم بريميت ونعطيكم كرهب. وقت ربحنا بيجا طاحت بيجا. فهم برشا من اللاعبين ما قبلوهاش ما تجيش تعرف كان الكرهب والفاتح. باش نحكي لك حكايه انا وقتها بالزهر فك الفتح كراب الكل وانا الماتش الاسبيرونس ما لعبتش فيه. شو مشيت انا على اساس ما لعبتش الماتش مفتاح في جيبي وانا خارج الجمهور يعيط له رحوم رحوم ما عنده مفتاح كراب اجا خليك فك لي المفتاح ومش وهي ما تجيش. يعني مش بالطريقه هذيك. اما في ساعات في تونس راه الملاعب التونسي يلزمك فما طرق معينه باش باش تشارجيه مش بالطريقه هذيك. اما معناها عادي معناها تقول تنجم تكون عادي زاد. خالد الملهي ما قبلهاش وقتها صار مشاكل كبيرة بعدها. ما تقبلش اما خاطر اذا كان ما يفوقلكش المفتاح تنجم تروح اوكي فات الخسارة تنساها وترجع غدوة كانوا فما شيء. لا قال لك يروح حد لدارو تفك المفاتح حاشي بماتش ليتوال. كيفاش؟ اعتبار الجمعية قبل كل شيء صار. خاطر مش اللي هو نجم مش ناقص كراب مش ناقص فلوس ولا رد اعتبار حب يرجع معناها اعتبار الجمعية. كما قلت انت فما شكون ما قبلهاش انا قبلت. كان يتعامل معاكم مع نقول بتسلط وقتها؟
يحب الكلوب خاطر خاطر يحب الكلوب حتى انتم تحبوا الكلوب لا لا معناها من الرؤساء اللي يحب الكلوب يحب الكلوب وحب مثل يعطيها قيمتها وقدرها انا قلت لك تصور قال لنا اذا تربحوا الاطوال وتربحوا بيجا ومن بعد كان ما نقولكش قداش عطانا بريمات قد ايه اعطانا بريمات في الوقت هذاك غير اربح بركه ترجع اعتبار 2 ملايين فما 5 ملايين وعام 2003 معناها رد اعتبار الجمعي خاطر وقت خسرت وجه مع الاسبيرونس اما ما نفعش الكلوب ما شدش برشا ما نفعش الكلوب كما نفع شيبوب وترجي شيبوب بعد شنو نقول لك قداش من عام في الاسبيرونس هو وقت عام علاش ما شدش برشا؟ انا قلت لك تولي امور سياسيه جات اوامر من فوق باش يبعد اوامر من فوق لو انت شيبوب من هوني و... وعيمه ترابلسي تولي ما عادش كره تولي ما عادش صحيح كان يحكي على شيبوب في الريونيو نتاعو ولا لا لا جست مركز على الكلوب مركز على الكلوب بي نجيو للاصابه جمال بغالي بدلت لك المسيره نتاعك الاصابه جاتني في وقت خايب من كل وزي وهي بقى هي اسباب انا نذكر ماتش طوال ما لعبتش فيه لعب رمزي التوجاني كنت باش نلعب انا جمعه كامله وقتها كمال الشبلي قال لي راه باش نلعب رمزي وكذا ما تغشش قلت له مش مشكل لعب رمزي رمز التوجاني تضرب في الميتون الاولين اشترى الميتون الاول كان باش يهبط وليد الغول وليد الهيشري فما اكسيون قبل ما يهبط وليد ضرب براسه في مخه تبارك الله طويل هو قاعد في البنك قاعدين طلع ضرب براسه تحلت له هذا تلفت ما يهبط جمال قال معناها هي كاتبه انا لعب في الاكس معناها وقتها ولا شنو؟ لا وقتها باش يكون باش يحط وليد في الاكس ويحط المكشر على اليسار فهمتك كي تلفت يلقى وليد عاملين له قد شبيه بدل برا اهبط جمال كاتبت لي هي انا معناتها تقول عليها تجري وراي تجري وراي كنت باش نلعب اول جمعه في اخر جمعه تنحيت جاني في الاخر قبل بنهار نهارين قال لي جمال باش نلعب رمزي قلت له مش مشكل عادي ما يسالش وحضر روحك تنجم طافي على الوقت يتضرب رمزي عاش في فيه وقتها ممكن 30 مينوت جاب شي هبط وليد يلقاه عاملين له فاس ما قالوش بيه قالوا له راسه ضرب اي قال لي هبط جمال هبطت انا هبطت شارجي معناها حبيت خرج طرحي وكورة ميتة هي على اليسار فيها حد شيء خارجة توش من الأول معناها دوب هبطت لا مش برشا ما حكاية درجين كورة خارجة معناها ما تستحقش نتاع مشيت أونجاجي برشا كاتب ربي كاو. تتفكرها اليوم بعد تتفكرها لتوا بدلت لك مسيرتك ها 80% تحس اللي تخلاو عليك بعد جمال في الكلوب خاصة وقفوش معاك باش ترجع كما كنت وقفوا معايا بعد الضربة وقت لحد اني رجعت بعد عاش وقتها بيريود هذيك جابوا انيس العمري لازم يجيبوا شكون قعدت نلعب في الاسبوار كونفوكي مع السينيور مرة نطلع معاهم مرة نرجع مرة فهمت مازال عام وقتها في الكونترا حسيت اني مش باش نلعب العام هذاك على اساس باش نكمل نلعب بسبوار كان استحقوني يبنيو في الكونترا كلمني طارق ثابت وقتها يلعب في ايراني في جابس ملعب الجابس ملعب الجابس قلت له باهي مشيت معاهم على اساس معناها قالوا لي امشي اعمل عام في جابس وترجع الفورما كومبيتيسيون وبعد ترجع معنا وبريود صحاح ما عادش فما برشا وقت وقتها مشينا ستاج في عين درام كملنا ستاج قعدوا حكيت نهارين ثلاثة ايام قالوا لي بصح مشيت بصح نلقى روحي بصح على عامين بصح عامين معناها فهمت ترانسفير عامين وانت كانه ماموت صح عام صح عام وبعد نرجع لك خممت قلت باش نقعد باش نقول لا باش يقولوا لي اوكي لا ما تحبش تمشي باش تقعد معناها صارت عمليه كنا نقولوا تحايل شويه مش تحايل هم ما نعرفش من خلص. جابس ولا من الكلوب؟ لا من الكلوب جابس لا جابس ما دابين حتى 3 سنين يقول لي باش يعطيني اللعب ناخذ حتى 3 4 سنين خممت لي كذا كان مش باش نصح باش نقعد في الكلوب باش نلعب بسبوار باش يكمل العام باش نقعد نلوج على جمعيه وانا حاشي بكومبيتيسيون وراجع من ضرب وحكيت مع سي طارق ثابت قال لي يجا واعمل عام معايا باهي وما تعرفش من بعد شنو وهذاك اللي صار صححت عامين عديت عام مركي وقتها 6 ولا 7 بونت وبيتور وعديت عام باهي وفي العام هذاك مشيت للقصري وقتها في الناسيونال عملت 6 شهور في القصرين حتى نمشيهم خلينا نقعدوا شويه في الكلوب شويه في الكلوب رغم اللي انا بعد ما نحبش نحكي انت حتى نمشيو حتى نمشيو باش نحكيو عليهم حتى جرب الاخرين جمال رغم اللي يقولوا خلاص صار كذا الكل وخلاص رغم اللي يقولوا كنت مقرب شويه كان عندك الاكتاف مثلا من صالح الثابتي ولا عادل الفاندري كانوا يحبوا جمال الحوم ويدافعوا عليه صحيح ولا ساعة؟ ليش كنت قلك عليها المعلومه يحبوني كيفاش ساعه الاكتاف كيفاش يدافعوا عليك ها؟
صحيح ولا لا؟ شكون خذيته انا عرفته شكون يدفعوا علي علاش ما بو انا من من الملاعبين اللي ما نعملش مشاكل في الجروب دوبي دوبي روحي حتى في التيران كيف كيف معناها الناس كل تحبني ما عنديش بو يحبوني هذي يحبوني كيفاش هذي ما عرفش ما نعرفش في وقت من الاوقات دافعوا عليك دازوك ولا ولا ساقيك دازوك هو انا ساقي دازوني فما صارت حاجه في الكوب دارا مع صالح ثابتي في الماتش فما ماتش عملت ماتش كبير في الكوب داراب وطارق تايب وقتها كيف كيف عمل الماتش ومركا بونتو كنت انا باش ناخذ كل ماتش يعملوا احسن جائزه نتاع احسن لاعب كنتش ناخذها انا عطاوها لطارق تايب الماتش اللي بعده مركيت فيه انا البونتو اللي حكيت عليه انت بكري وطارق تايب مركز دا بونتو وقتها كي جيت باش ناخذها قال لهم ما تدخل فيها سي صالح ثابتي وقتها قال لهم معناها طارق تايب خذا الماتش اللي قبله جمال عدى تروح بهم تصور نذكر حكاها لي هكا ما كلش اللي حكى لك الحكايه في باله وبيها ربطها فهمتها بقوه مازلت تتبع الكلوب اليوم